السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. نقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 27/11/2018. أولا بالنسبة لأسعار اللحم، سعر كيلو الفراخ الأبيض 22 جنيه، سعر كيلو الفراخ البلدي 26 جنيه. بالنسبة لأسعار الكتاكيت، سعر الكتكوت الأبيض من 7 جنيه ل9 جنيه، سعر الكتكوت البلدي من 2 جنيه ل3 جنيه. بالنسبة لأسعار البيض، كرتونة البيض الأبيض 31 جنيه ونص، كرتونة البيض الأحمر 33 جنيه ونص، كرتونة البيض البلدي 36 جنيه. بالنسبة لأسعار العلف، سعر طن علف البلدي 6700 جنيه، سعر طن علف النامي 6650 جنيه، سعر طن علف الناهي 6500 جنيه، سعر طن علف البادي نامي 6350 جنيه. ودي أسعار أرض المصنع. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة، لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.